هادي أمل عطلت الأشغال في المنزل ديالها وبغات تحصل على رخصة السكن بهدف استغلال الملك ديالها العقاري. رخصة السكن غادي تشهد بانتهاء الأشغال وغادي تقوم بإزالة جميع القيود اللي كتمنع من استغلال هذا الملك. ولكن أمل مازال ما عرفاش كيفاش تحصل على هذه الرخصة، شنو الوثائق والإجراءات للحصول على رخصة السكن، وشنو هو أجل الحصول عليها. داكشي علاش قررت تصل بالصديقة ديالها اللي عاد حصلت على نفس الرخصة باش تعطيها المعلومات اللازمة، بدءا من أن رخصة السكن يمكن الحصول عليها إلكترونيا، وذلك من خلال اتجاه أولا نحو المنصة تسجيل الدخول ثم وضع الطلب. المنصة كيتم الدخول لها عبر الموقع الإلكتروني www.rukhas.ma ثم تسجيل الدخول بالضغط على زر دخول وإدخال اسم المستخدم والرمز السري. المرحلة الثانية من بعد الاتجاه نحو المنصة وتسجيل الدخول هي وضع الطلب اللي كتجلى أساسا في ملء استمارة الطلب أولا، إرفاق الوثائق ثانيا، توقيع ثم أداء مستحقات الخدمة. للقيام بملء الطلب كنتاجو نحو ملف جديد رخصة السكن وكنضغطو على زر التأكيد وكنقومو بملء استمارة الطلب بدءا من أصل الملف ثم المعلومات الخاصة بصاحب المشروع، اتساق المشروع، الموقع ديالو، العنوان، تكوين المشروع ثم المعلومات الخاصة بالمقاول والضغط على زر التأكيد والموافقة من أجل المرور إلى المرحلة الثانية اللي هي إرفاق الوثائق واللي كتجلى أساسا في الطلب نفسه، شهادة نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري إذا قام هذا الأخير بالإدارة ديالها. طريقة إرفاق الوثائق بسيطة واللي كتكون إما عن طريق زر إرفاق أو عن طريق دراج اند دروب، بمعنى سحب الوثيقة ووضعها مباشرة على المنصة. يمكن كذلك إزالة الوثيقة نهائيا وإعادة تحميلها من جديد أو تحديثها عن طريق الضغط عن زر التحديث وإرفاق الوثيقة الجديدة. من بعد ما كيتم إرفاق جميع الوثائق كنضغطوا على زر الموافقة للمرور إلى المرحلة الثالثة اللي هي التوقيع الإلكتروني للوثائق، واللي كيتم أولا عبر اختيار الوثيقة المراد توقيعها، التوقيع ديالها، ثم اختيار القرار المناسب فالقيام بتوقيع باقي الوثائق بنفس الطريقة. شرح طريقة التوقيع يمكن لكم تلقاوها عبر مشاهدة هذا الفيديو. بعد الانتهاء من التوقيع كنمروا للمرحلة الأخيرة اللي هي أداء مستحقات الخدمة، سواء عن طريقة البطاقة البنكية، عن طريق القسائم أي فوتشر، أو عن طريق البريد كاش، وملء المعلومات الخاصة بطبيعة الطريقة اللي تم الاختيار ديالها. من بعد الانتهاء من هذه الخطوات طلب ديالكم غادي يكون تسجل وكتوصل به الإدارة المكلفة بالدراسة ديالو. أمل وفي فترة قصيرة وبأقل مجهودات قدرت تملأ استمارة الطلب، تقوم بإرفاق الوثائق، توقعها وتأدي مستحقات الخدمة، وغادا توصل بالرخصة ديالها في أجل شهر واحد كحد أقصى ابتداء من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء. تنشكركم على حسن المتابعة ديالكم ونتلقاو في فيديوهات المجيئة.